مشاهدينا الكرام، أهلا بحضراتكم في هذه الحلقة الجديدة من فقه الحياة. ها هو شهر رمضان المعظم قد فارقنا بعد أن حل ضيفا عزيزا علينا. هل هو راض عنا؟ هذا السؤال نطرحه بعد انتهاء هذا الشهر الكريم، بسبب أن البعض يتوقف عن أداء الطاعات بعد شهر رمضان، يتوقف عن الصيام، عن القيام، وعن تلاوة القرآن، وكأنها عبادات مرتبطة فقط بهذا الشهر العظيم. حول الثبات على الطاعات بعد شهر رمضان، كيف يتحقق ذلك، وما هي علامات قبول الصيام والقيام وطيب الأعمال في هذا الشهر الكريم، تدور حلقة اليوم من فقه الحياة. ويسعدنا أن يكون ضيف هذه الحلقة فضيلة الدكتور محمد داود، الأستاذ بجامعة قناة السويس. مرحب بحضرتك يا دكتور. أهلا ومرحبا. مشاهدينا متواصلون معكم بعد الفاصل. مشاهدينا، أجدد لكم التحية، وأجدد التحية أيضا بضيفي في هذه الحلقة من فقه الحياة فضيلة الدكتور محمد داود، الأستاذ بجامعة قناة السويس. أجدد لحضرتك التحية دكتور. أهلا ومرحبا. فضيلة الدكتور، كيف يكون الثبات على الطاعات بعد شهر رمضان؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وبعد. سيدتي الفضلة، ما من شك أن إدراك مقاصد العبادة ومقاصد شهر رمضان وما أكرمنا الله به من خير ومن فضل في هذا الشهر يتجلى كل ذلك في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لماذا يا رب؟ لأي مقصد؟ لعلكم تتقون. إذن الجائزة التي يحصلها المؤمن والمقصد الأعلى في التربية بعد مرضاة الله عز وجل من الصيام هو تحصيل درجة التقوى، أن يخرج المؤمن بدرجة التقوى بعد الصيام. معنى ذلك أن الإنسان سيكون بعد رمضان حاله اختلف عن حاله قبل رمضان، حاله في الصلاة، حاله في سنن الصيام إن كان يستطيع ذلك، الاثنين، الخميس، ثلاثة أيام البيض في منتصف الشهر إلى آخر ذلك، حاله من كثرة الصدقات، حاله من تلاوة القرآن، لن يقطع نفسه من ذلك. ولذلك على المؤمن أن يفقه هذا الدرس الرباني الذي أثبته الله في قرآنه، أن الصيام كان ليخرج المؤمن وقد حصل درجة التقوى. ماذا يعني هذا؟ أن الأخلاق التي تعلمناها في رمضان والعبادات والآداب التي عشنا بها في رمضان ينبغي أن نظل بها العام كله. رمضان كان مصحة ربانية، وكان جامعة ربانية، وكان درسا ربانيا للرقي بالمؤمن في أخلاقه، في عبادته، في سلوكه، في عمله. فإذا ما انتهى الشهر فقد تعلمنا كل هذه الدروس. فالله جعل العبادات كي تكون رقيا بالمؤمن في خلقه، في عمله، في عبادته. فنحج ونلتزم آداب الحج حتى نعمل بهذه الآداب بعد الحج، نصوم ونلتزم بآداب الصيام في شهر رمضان حتى نعيش بها بعد رمضان بين الأمة أسوة صالحة وقدوة طيبة. ومن هنا على المؤمن أن يتعلم ذلك. لذلك المؤمن ليس مقطوعا، بل جعله الله موصولا بهذه العبادات. ابن القيم يقول إن من أوثق علامات القبول للعبد أن ينظر إلى حاله بعد رمضان، فإن وجد حاله بعد رمضان أفضل من قبل رمضان فهذا من أوثق علامات القبول. لماذا؟ يقول: لأن الخير يجر إلى خير،
ألا ترى أن الله عز وجل جعل صيام 6 من شوال بعد صيام رمضان، وجعل صلاة النافلة والسنة بعد صلاة الفريضة، وجعل الصدقة بعد الزكاة المفروضة، وجعل العمرة النافلة بعد الحج المفروض، فإن الخير يجل إلى خير ولا ينقطع المؤمن عن هذه الطاعة أبدا، بل يظل موصولا بهذه العبادات على هدي سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضيلة الدكتور، يعني تحدثت عن قضية مهمة جدا وهي قضية القبول. نعم. كيف يدرك الإنسان إذا كان عمله مقبولا أم غير مقبول؟ كما بينت لحضرتك بتركيز ونبين بشرح الآن، أن من أوثق من آكد علامات القبول هو ما عليه الإنسان من طاعة. فإن خرج من شهر رمضان وينظر إلى أخلاقه فيجد أنه على هدي سيدنا رسول الله صاحب الخلق العظيم، وأنه إلى العفو أقرب، وأنه إلى التسامح أقرب، وأنه إلى اللين أقرب، عملا بقول الله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، لا يقول إلا السلام، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، إلا القول الذي يسلم به من الإثم والمعصية وينال به السلامة عند الله عز وجل. إذن فهذا الإنسان، يعني هذا من علامات القبول، من أوثق علامات القبول أن ننظر إلى أثر العبادة في الإنسان بعد انتهاء العبادة. فإن وجد أثرها في خلق طيب وينظر إلى عبادته فيرى أنه أصبح يواظب على الصلوات 5 في مواعيدها وبسنن هذه الصلوات وطريقة تأدية الصلاة كما بين ربنا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وأقيموا أي تأدية الصلاة على أفضل أحوالها وأتقن أحوالها، فيتم الركوع ويتم السجود ويكون فيه الخشوع. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، يكون منه الخشوع في الصلاة. ثم ينظر إلى سلوكه ومعاملاته بين الناس كيف يكون، فيجد منها الأمانة ويجد منها الحرص على الناس ويجد. إذا وجد كل هذا فهذا من أوثق علامات القبول، لأن القبول قضية مهمة في شأن ساداتنا الأنبياء وعند الصالحين على مر زمن تاريخ البشرية في صلتها بالله عز وجل. سيدنا إبراهيم، سيدنا إسماعيل، بعد أن قام بأعمال عظيمة جدا، القرآن يريد ألا نتباهى بالأعمال الصالحة ولكن نتضرع إلى الله وأن نسأل الله القبول. فبعد أن قام بالأعمال الصالحة، يعني ماذا؟ هي أعمال غير عادية، يعني أمر أن يذبح ولده فأقبل حتى كان الفداء من الله سبحانه وتعالى، أمر بأن يضع زوجه وابنه في أرض لا زرع فيها ولا ماء وفعل، أمر برفع القواعد من البيت ففعل. بعد هذا كله ماذا كان موقفه؟ قال: يا رب أنا فعلت، أنا صليت وأنا أخلص. لا، وإنما قال: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. هذا مطلب. امرأة عمران: يا رب إني نظرت لك ما في بطني محررا، أي خالصا لك يا رب، فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. دائما الصالحون المؤمنون الأنبياء يتوجهون إلى الله بتضرع إلى القبول. هنا موقف قرآني سجله الله في قرآنه. السيدة عائشة قرأت آية من القرآن وتبادر إلى ذهنها فهم فذهبت به لتستوثق، لأن مرجعيتنا هي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل أمر ديني. لماذا؟ لأن أمر الديني مصدر المعرفة فيه الوحي، قال الله وقال الرسول، ليس اختراعا عقليا ولا بشريا. هي قرأت قول الله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. تبادر إلى ذهنها: والذين يؤتون ما آتوا، أنهم هؤلاء الذين فعلوا المعاصي
أن الرجل يسرق ويزني ويفعل الموبقات ويخاف إذا رجع إلى ربه أن يعاقبه الله على ذلك. فرجعت إلى سيدنا رسول الله فقال: لا يا عائشة، ليس هذا هو المعنى المقصود، وإنما هو الرجل يصوم، يؤتون ما آتوا، يعني يصوم ويصلي ويفعل الخيرات ويخاف إذا رجع إلى ربه ألا يتقبل الله منه ذلك. لماذا؟ يقول يعني لنقص إخلاص، لنقص كذا، هل أنا قصرت، عبادتي لم تكن كذا، لا يتباهى بعمله، يريد برحمة الله أن يتقبل. فقال لها النبي: يا عائشة، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. ومن هنا حتى يا عباد الرحمن، وربنا سبحانه وتعالى: والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، يعني عباد الرحمن بعد أن وصف الله ليلهم ونهارهم، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، هذا وصف لنهارهم، فماذا عن ليلهم؟ والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. من ليله هكذا ونهاره هكذا ماذا ينتظر؟ إلا أن يسأل الدرجات العلى من الجنة، لكن هم في تواضعهم سألوا أن يحفظهم الله من جهنم. والذين يقولون ربنا بعد ذلك مباشرة، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، هذا من تواضعهم. فالله يعلمنا في القرآن أن يتواضع المؤمن في عبادته. أنا أضرب مثلا من الجمال المصري في الذوق المصري في الأخلاق، يعني حتى أقرب هذا المعنى. احنا لو ان انسانا له عندنا قدر وقيمه واحببنا ان نقدم له هديه، فانا اسال حضرتك واسال من يعرفونه ماذا يحب، ثم اشتري له ما يحب، ثم اتوجه الى انسان عندهم ذوق رفيع في تقديم الهديه فيغلفونها تغليفا وحقيبه معينه، ثم وانا اقدمها اليه من باب التادب، من باب الذوق الرفيع، اقول له تفضل، دي مش قد المقام، يعني هذه الهديه انت اجل واعظم منها. هذا المعنى هو المقصود في الايات، انني اخلص في العباده واتوجه بها الى الله فيقول: يا رب انت اعظم من عبادتي، وأنت أجل قدرا من إخلاصي، كان ينبغي أن أكون أكثر إخلاصا وأكثر إتقانا وأكثر إقامة يا رب العالمين. والذين يؤتون ما آتوا لجلال الله سبحانه، لجلال الله سبحانه، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة لا يتباهى بعمله أبدا ولا عبادته، بل بعدها يقول يخاف ألا يتقبل منه ذلك فيسأل الله أن يتقبلها برحمته. يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. عباد الرحمن، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، بعد ليل كله ركوع وسجود، وبعد نهار كله أدب وأخلاق وسلام إلى آخر ذلك. إذن القرآن يعلمنا كيف نختم، ولذلك حتى فكرة العيد هي ليست فرحا بالانتهاء من الطاعة، ولكن هي فرح بإتمام طاعة لله عز وجل لا يرضاه، هذا هو المعنى. فإذا ما انتهى المؤمن فإنه يظل فيه الأثر، أثر ماذا؟ أثر الطاعة، أثر التواضع، أثر الأخلاق، أثر إتقان العمل، كل ذلك من علامات القبول عند الله سبحانه وتعالى لو أخلص العبد في عمله لله سبحانه. طب فضيلة الدكتور، يعني السؤال الذي يطرح نفسه، نعم، هو أسباب القبول. هذا سؤال من أهم المهم سيدتي، وهو أن الله سبحانه وتعالى في آية كريمة في آخر سورة الكهف وضع شرطين للقبول للعمل الذي يرجى قبوله عند الله عز وجل، أن يتصف بأمرين. وذلك يحكى في الأثر أن رجلا جاء إلى سيدنا رسول الله فقال: يا رسول الله، إني أقف الموقف وأعمل العمل، يعني الأعمال العظيمة التي يتحدث عنها الناس ليست أعمالا عادية، فأريد وجه الله عز وجل. هذا طيب، لكني مع ذلك، مع وجه الله عز وجل، مع هذه النية، أريد أن يقول الناس لي خيرا، يحب ثناء الناس،
يحب أن تذكر صورته بهذا العمل في مجلة، ويتحدث عنه مذيع في إذاعة، وأن يظهر التلفزيون أعماله وما هو يطلب ذلك. يعني قد يحدث هذا الحديث كأسوة وقدوة ونموذج يقدم للمجتمع دون طلب منه، لكن نحن نتحدث حين تكون نفسه فيها النرجسية وفيها حب الشهرة، وأن الدنيا كلها لابد وأن تتحدث ويتباهى بهذا بعمله بهذا. هنا قال هذا الرجل: يا رسول الله، أنا أريد وجه الله عز وجل، لكن أحب أن يقال لي خير. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن نبينا الهادي لا يقول من عنديات نفسه، مصدر المعرفة الوحي من الله في دين الله عز وجل، حتى أنزل الله قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل، ووضع شرطين للعمل، فليعمل عملا صالحا، يعني العمل يكون موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فيه إثم ولا خطيئة ولا معصية ولا 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 ولا، لأن عندنا في الإسلام النوايا الصالحة والأهداف الصالحة والمقاصد الصالحة نصل إليها بالوسائل الصالحة، الغاية لا تبرر الوسيلة. أول شيء عملا صالحا، عمل فيه مواصفات الصلاحية على هدي القرآن وسنة حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، لا يشرك. وضع شرطين للعمل الذي يرجى له القبول عند الله: الإخلاص وموافقة العمل لهدي القرآن وهدي سنة رسول الله. ما معنى الإخلاص؟ الإخلاص وضع له الصالحون بحسب هذه الآية علامات، إننا إذا عملت العمل فجاء بعض الناس فأثنى علي: هذا عظيم، أنت رجل رائع، ليس مثلك من يعمل هذا. فرأت نفسي هذا وتحولت إلى أنني أزيد من هذا العمل لأن الناس تحبه، فقد تحولت النية عندي وتأثرت وأشركت مع قصد إخلاصي لله رؤية الناس، ثناء الناس. العكس، لو أن أناسا جاءوا فهاجموني: ما الذي تعمل هذا كلام، يعني أنت تجني من ورائه كذا، أنت لست كذا، أنت لست كذا. فأقول: إن كان الناس تهاجمني وأنا أعمل الصالحات لن أعمل. أنت لا تعمل للناس، أنت تعمل لله، لرب الناس. فإذا استوى عندك المدح والذم فأنت مخلص. المدح لا يزيدك في العمل، والذم لا يثنيك ويرجعك عن العمل، فأنت مخلص. هذا ليس من قصدك. ذاك أستاذ، أنا عشت هذا مع أستاذ لي رحمهم الله، حين كان يشرف على بعض رسائل الدكتوراه، فجاء طالب وكان فقيرا، فكان يحسن إليه مالا وعلما، وكلفني أن أساعده. فبعد أن أنهى الطالب رسالته وأصبح عضو هيئة تدريس يدرس في القسم وله مادة، أول شيء اعتدى عليه مادة أستاذه. فأنا ونحن نعود من الكلية أسير مع أستاذنا هذا، هو أستاذ متفرغ كبير ساعتها، قلت له: أنت حزين يا أستاذي على ما بذر منه؟ هل هذا جزاء الإحسان الذي أحسنت إليه؟ قال: لا يا داود، أنا مسرور. قلت: لماذا؟ قال: حتى تكون خالصة لله عز وجل، لأنه ربما لو مدحني ورعاني في مادتي ونحو ذلك، ربما قلت أنا أكثر من الإحسان للطلبة لأن هناك مردود يأتي بعد ذلك منهم، لكن ألا وقد فعل ما فعل من الإساءة، فحتى تكون خالصة لوجه الله، وأنا لا أتأثر لا بذم ولا بمدح. هؤلاء هم الذين نفع الله بهم، وأثرهم يبقى وعلمهم يبقى. ما كانوا يعملون ليبيعوا مذكرة أو يحصلوا مالا أو يركبوا سيارة كذا، أبدا والله، نشهد لهم أن يرحمهم الله وأن يعلي قدرهم. وهذا في كل مجال فضيلة الدكتور، في كل مجال. نعم، في كل مجال. وحتى بعض المخلصين الذين رأيتهم كان يأتي لنا بكل نفقات دورات التعليم والتحفيظ ودورات الأنشطة،
فاجئت في مرة قلت ندعو له في الميكروفون أمام الناس، عاتبني بشدة بشدة، وأوصل أنه كان يريد ألا يكلمني يعني، ويريد يقول لا أنت ستأتي على عملي، أنا بسطجي أصل بخير الله إلى أهل الله، أرجوك لا تفسد عملي بالثناء وبالذكر وبكذا. إن من يشهد الله عز وجل في عظمة جلاله فإنه يستقل أن يذكر عند الناس، هو يريد أن يظل ذكره عند الله يبقى مرفوعا في الدنيا وفي الآخرة، أما ذكر الناس يفنى. كم من الناس زاع صيتهم وشهرتهم وماتوا ونسيهم الناس وأصبحوا وكل ما فوق التراب تراب، فالذكر عند الله يبقى، الأثر عند الله يبقى. لذلك وضعت هذه الآية آخر آية في سورة الكهف شرطين للعمل الذي يرجى قبوله عند الله عز وجل: عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، الإخلاص والعمل الصالح الموافق لهدي الله وسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب فضيلة الدكتور، ما هي أهمية القبول؟ أهمية القبول لأن الإنسان بدون القبول يكون قد خسر عمله وخسر سعيه وخسر كل شيء، لأن الله سبحانه وتعالى يأتي يوم القيامة، وهذا في شرح حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أهمية الإخلاص أن الأساس في كل عبادة في كل عمل تريد أن يقبله الله عز وجل، الأساس هو إخلاص النية لله، لأن الإنسان إذا أشرك مع الله سبحانه وتعالى يأتي يوم القيامة فيقول الله عز وجل: من أشرك معي في عمله أحدا فأنا أغنى الشركاء عن الشريكين، يعني أنا متنزل عن نصيبي يذهب إلى شريكي. ولذلك الذي يعمل للشهرة وتحققت الشهرة، أنت أخذت ما ابتغيت ما نويت، ليس لك في الجانب الآخر، لكن حينما يصنع الإنسان ما يصنعه لله لا يضره كلام الناس، ومن هنا يعطيه الله الجزاء الأوفى في يوم القيامة ويحصل على ما يعجز أن يصفه العلماء والناس والمتحدثون عن فضل الله للمخلصين. هؤلاء محفوظون في الدنيا محفوظون في الآخرة، فعلى كل مؤمن أن يجتهد في تحصيل الشرطين في عمله قل أو كثر: الإخلاص لله، صلي لله وقل لله وحضر الحلقة لله وأخلص في عملك وأنت تصور لله وأنت العامل، أخلص لله واعلم أن الله سيكرمك في الدنيا قبل الآخرة. كيف؟ يعني أنا وأنا أمر على هذا العامل الذي يعمل في نظافة الشارع، من الذي يحفظه وهو يعمل في هذه البيئة؟ والله أذكر هذه السيدة وهذا الرجل الذي يعمل في هذه الأعمال ويأتي يقول: ابني أصبح معيدا، ولدي أصبح كذا، وهو لم يأخذ درسا في كذا، ولا سيارة تفتح له، ولا أكابر العلماء يدرسون له، من الذي وضع البركة لهؤلاء في هذا كله؟ أليس هو الرب الإله الحكيم القادر في أن يرفع ذكرهم ببركة ما أخلصوا وخدموا ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى؟ فبارك الله لهم في صحتهم وبارك الله لهم في أولادهم. ليس هذا فقط، بل انظر بعد أن يرحل أمثال هؤلاء الصالحين ويكون الحفظ في ماذا؟ يكون الحفظ في الذرية. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. الحفظ في الذرية، يكون الإنسان تحت التراب وولده محفوظ وزوجته محفوظة وإخوانه وذريته محفوظة بحفظ من الله. أي تأمين هذا؟ ألا تخافوا ولا تحزنوا. لا تخافوا لأن المستقبل بيد الله وفي حفظ الله ما دمت في معية الله سبحانه. ولا تحزنوا لأن الله سيغفر هذا كله. إن أعظم شيء هو التوجه إلى الله والإخلاص لله سبحانه وتعالى. لا يهمك ما قال الناس ولا ما حكم الناس
ولا ما ظلم الناس ولا ما منعك الناس فإن الله سبحانه وتعالى يحفظك. في كتاب الحافظ ابن رجب الحنبلي جامع العلوم والحكم في شرحه لحديث احفظ الله يحفظك، وجايب أثر عظيم جدا أرجو من الناس أن تعود إليه، جامع العلوم والحكم للحافظ ابن رجب الحنبلي في شرحه لحديث احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. كيف ذلك؟ قال إن في الأثر إن الله سبحانه وتعالى قال في حديثه القدسي: إن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الفقر ولو أغنيته لفسد إيمانه، وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الغنى ولو أفقرته إلى كذا إلى كذا. وفي النهاية في عبارة حكيمة جدا من إله قادر: وإن من عبادي من يطلب بابا من العبادة فأكفه عنه. لماذا؟ كي لا يدخله العجب المبهاة والنرجسية ونحو ذلك، أنا أنا أنا، فأكفه عنه كي لا يدخله العجب. اسمعي ماذا يقول الله عز وجل: إني أدبر أمر عبادي بعلمي بما في قلوبهم إني حكيم خبير. حفظ الله ليس مثله حفظ، حتى يحفظ الإنسان من خواطره، حتى يحفظ الإنسان من أهوائه، يحفظ له ذريته، يحفظ له إيمانه، يحفظ له كل شيء. لذلك الله يعلمنا أن نلوذ بالله عز وجل، أن نلوذ بالله مخلصين له الدين، مخلصين في كل أحوالنا. لذلك أكدت هذه الآية في آخر سورة الكهف على شرطين للعمل الذي يرجى له القبول عند الله عز وجل: العمل الصالح والإخلاص بالله، عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وإن من انتفى منه الإخلاص فالله عز وجل في يوم القيامة يقول له: أنا أغنى الشركاء عن الشريكين، فاذهب إلى من أشركت معي في عملي فيعطيك أجرك. يعني من عمل لمقصد تحقق، لا شأن لك بما عند الله سبحانه وتعالى. طب فضيلة الدكتور، ماذا بقي لنا بعد رمضان؟ بقي لنا الأسوة والقدوة في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بقي لنا أن نعيش الأيام بأخلاق رمضان، بقي لنا أن نعيش بالتعاون موائد الرحمن التي تملأ الدنيا كلها، وإحسان المحسنين ينبغي ألا ينقطع، لأن الناس لا تجوع في رمضان فقط من الفقراء والمحتاجين، وينبغي أن يظل الإحسان ممدودا متواليا ابتغاء مرضات الله لكل مريض، لأن أمة الحبيب لا يضيع فيها مريض، أمة الحبيب المصطفى لا يضيع فيها يتيم، أمة الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم لا يضيع فيها محتاج ولا أرملة ولا مسكين. ينبغي أن نواصل هذا العام كله، هذا الذي يبقى لنا بعد رمضان، يبقى لنا بعد رمضان الأخلاق الطيبة في التعامل والتسامح. إني امرئ صائم، لا يباري الناس في الشر أو في كذا، لأن الإيمان الصادق يحول الشر إلى خير، يحول الشر إلى خير. ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. تحول الشر إلى خير بهذا. ما من شك أن هذا الذي يبقى لنا بعد رمضان، الأخلاق الطيبة، الصدقة والإحسان للفقراء، حتى المجتمع هكذا يحمل بعضه بعضا ويكون التكافل فيما بيننا. ويبقى لنا بعد رمضان الصلة الموصولة بالله عز وجل، فالمؤمن يعرف باب ربه بالذكر والدعاء والصلوات ونحو ذلك، وأن يكون منا التنافس في ماذا؟ التنافس في مرضات الله عز وجل، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. دعوة قرآنية: فاستبقوا الخيرات. التنافس يكون في الخير، والاستباق يكون في الخيرات. يعني أنا أدعو المسيرين وأصحاب الصراء العالي أن يدعموا مسيرة البحث العلمي، هذا الذي يبقى لنا بعد رمضان. أدعو الأسرياء أن يكون منهم احتضان الكفاءات العلمية
والفائقين، لأن هؤلاء سيكونوا أدلة للأمة في التمكين والعز العلمي. أدعو من الأثرياء أيضا أن يحتضنوا هؤلاء الشباب الذين لا يجدون فرصة عمل، أن ييسروا لهم فرص عمل. هذا لا يقل عن الدواء ولا يقل عن هذه الأمور التي تقدم. ينبغي أن نوسع الدائرة وأن نوسع المفهوم لهذا الدعم حتى تقوم الأمة في التمكين والعز والرفعة والقدر الذي عشناه في معاني ليلة القدر في رمضان. طب فضيلة الدكتور، الثبات على الطاعة سبب لحسن الخاتمة. نعم. حدثنا عن ذلك. نعم، ما من شك أن الثبات على الطاعة هو أمر دعا المؤمنون به ودعاهم الله سبحانه وتعالى، وأخذوا أمثلة في ذلك. يعني سيدنا يعقوب، سيدنا يعقوب عليه السلام لما جاءه المصاب فثبت على الإيمان والطاعة، وقالوا يعني شأن سيدنا يوسف وأكله الذئب، فقال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ظل سيدنا يعقوب على هذا وهو يأمل أن يعود إليه ولده هذا، حتى جاءوا إليه بمصيبة إضافية، بمصيبة ثانية، وهي أن ابنه قد سرق وأنه قد سجن عند عزيز مصر. ماذا قال؟ قال فصبر جميل. ماذا قال؟ جملة ينبغي أن نتوقف عندها في الثبات مهما كانت الأمور. قال فصبر جميل، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. يعني اسمحي لي أن أخرج إلى العامية في هذه الفقرة فقط. واحد ابنه ضاع فقال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. جاء قالوا له ابنك الثاني اتحبس وضاع، قال لهم يبقى ربنا هيرجعهم كلهم. انظر ايه، ما هذا؟ هذا اليقين، هذا هو الثبات. الإنسان لا يتزعزع مهما اشتد البلاء، لا يتزعزع مهما كانت الشدائد. هذا هو معنى الثبات، إن الإنسان لا يهون في وجه الشدائد. لماذا؟ لأنه يعلم أن لهذا الكون ربا قادرا، فالأمل دائما موجود والتفاؤل موجود، إن الله قادر. وسيدنا أيوب، ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. الصحابة لما جاء أبو سفيان بعد أحد وأراد أن يستأصلهم، أن يبيدهم عن آخرهم تصفية للوجود الإسلامي كله، وقال أرسل رسولا لسيدنا رسول الله، رسول بشري يعني، وقال له يا محمد إن أبا سفيان يحشد الحشود، يعد العدة ليستأصلكم ليبيدكم عن آخركم. يعني معناها ماذا؟ معناها استسلم، ليس أمامك خيار آخر. فالنبي جمع الصحابة وعلمهم أن الله لم يتخلى عنهم، وأن الله الذي نصرهم في بدر موجود، لكن سبب الهزيمة كان منهم لما تخلى الرماة عن موقعهم. فالهزيمة لها سبب معروف، وأنهم أن يجددوا التوكل على الله، فصنعوا ذلك. وقال النبي سنواجه، لم يستسلم، وذهبوا عند حمراء الأسد بعيد أحد، يعني بعد أحد بزمن قليل، ليواجهوهم هناك. فلما علم أبو سفيان بهمة المسلمين وما أصبحوا عليه رجع ولم يأتي بحشوده. فوصف الله هذا الموقف من الثبات، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا الثبات، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ماذا كانت النتيجة والثمرة؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. ومن هنا المؤمن لا يفقد الأمل أبدا مهما كانت الأمور، وإنما عليه الثبات، وعليه ألا ينقطع عن الطاعة أبدا مهما كانت الأمور. ونبينا الهادي يقول إن أمر المؤمن كله لخير، بالتأكيد هذا لخير، باللام المزحلقة في جوابي قلنا التي تفيد التأكيد، إن أمر المؤمن كله لخير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، ولا يكون ذلك لأحد إلا للمؤمن. نعم. فنحن يكون منا الثبات في
اليسر والعسر، في الطاعة في كل شيء، ولا نتحول عن باب الله أبدا. فضيلة الدكتور، أهم الأعمال المستحبة بعد شهر رمضان؟ أهم الأعمال المستحبة عماد الأعمال أولا المحافظة على الصلاة. نعم، لأن الصلاة المفروضة أم النوافل؟ نعم، بكل مستوياتها. الأول أولا الفرائض، ثم يأتي النوافل في المرتبة بترتيب الأعمال كما وضحته السنة. أولا الفرائض، فأول شيء يحافظ عليه المؤمن الصلاة في موقيتها، إقامتها، ليس فقط أن تصلي ولكن كيف تصلي، إقامة الصلاة، الخشوع في الصلاة، أن تتعلم كيف تصلي، يعني تفكر في الآيات التي تذكرها فيقل سرحانك ويقل انشغالك، أن تشعر بالخضوع وأنت تركع لله وأنت تسجد لله سبحانه وتعالى، أن يكون منك التواضع بعد ختام الصلاة، وهكذا وهكذا وهكذا. إقامة الصلاة هذا أمر مهم حتى ترقى في مدارج الإيمان، الصلاة، لأن الصلاة هذه النعمة العظمى في الإسراء والمعراج. هذا المعراج الأعلى لسيدنا رسول الله كان يعني أدى التحيات بينه وبين ربه، التحيات لله فوق سدرة المنتهى والصلوات والطيبات، ربنا سبحانه وتعالى السلام عليك أيها النبي، النبي السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. هذا المقام الشريف الأعلى يتمثله المؤمن في صلاته في كل صلاة حين يقول التحيات لله، هذا تشريف، ما بعده تشريف، العروج إلى الله عز وجل في الصلاة. أقرب ما يكون العبد لربه وهو ساجد الصلاة، ثم بعد ذلك عليه في الصلاة بالإخلاص بالطمأنينة بالسكينة بالخشوع، إقامة الصلاة إلى آخر ذلك. بعد الصلاة عليه أن يحافظ على الحلال الذي أمرنا الله به في المطعم والمشرب، لا يأكل ولا يطعم أولاده إلا الحلال الطيب، ثم بعد ذلك وأن يحذر من الحرام، ثم بعد ذلك من أولويات المؤمن في ذلك أن يحافظ على فرائضه من زكاة، من حج، من نافلة عمرة، من كذا، كل ما استطاع إليه، وأن يمد يد المعاونة إلى إخوانه، وأن يكون مثالا للمؤمن الصادق كما وصفه القرآن كما وصفته سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعليه أن يلتمس إن استطاع إلى ذلك سبيلا أن يصوم بعض الأيام، وخاصة في أيام الشتاء لأنها غنيمة المؤمن، يعني النهار قصير ولا يصيب المؤمن جوع ولا عطش، فيمكن أن يصوم هذه الفترة البسيطة، فهي من الغنائم الباردة غنيمة المؤمن في الصيام في أوقات الشتاء ونحو ذلك، مد يد العون إلى المحسنين. ومن شك وباب الخير أعماله لا تحد ولا تحصى، كل على قدر طاقته، المهم أن يظل موصولا بذكر الله. نعم فضيلة الدكتور، الله. الحديث عن الصلاة، وحضرتك أسهبت في الحديث عن الصلاة، البعض يتوقف عن أداء الفروض بعد شهر رمضان ولا يلتزم بالصلاة بفروضها الخمسة إلا في شهر رمضان. أول ما يحاسب عليه الإنسان هو الصلاة، ولذلك مقياس المؤمن في فلاحه ونجاحه الصلاة. ولذلك حين قال ربنا قد أفلح المؤمنون، جعل مفتتح صفات الفلاح الذين هم في صلاتهم خاشعون، ثم هناك في مختتم صفات الفلاح أن جعلها والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون. إذن مفتتح الفلاح للمؤمن الصلاة بالخشوع فيها والمحافظة عليها، فهذا من الأهمية. يكون الشيطان يتسلط على الإنسان حتى يبعده عن الصلاة فقد قطع صلته بينه وبين الله، لأن الإنسان قبل الصلاة لا يستوي مع الإنسان بعد الصلاة. وأنا أقول لكل مؤمن صادق، توضأ وأسبغ الوضوء، أحسن الوضوء، ثم قم إلى ربك فصلي، صلي الفرائض وصلي ركعتين لله واجعل في ذكر لله، وقل لأي أحد في بيتك انظر إلى وجهك قبل الصلاة وانظر إلى وجهك بعد الصلاة، كيف ترى وجهك؟ سترى السكينة والهدوء، ووجهك قد أشرق واستراح بعد الصلاة.
أنا أقول لكل مؤمن ينظر إلى وجهه قبل التسبيح وبعد التسبيح، قبل تلاوة القرآن وبعد تلاوة القرآن، ليس لهذا فقط، بل انظر إلى هذا الذي يكسر من الذكر والتسبيح والصلاة، وانظر إلى هذا الذي شرب فيشرب الخمر وهذه المخالفات من المخدرات ونحو ذلك، انظر إلى وجه هذا وانظر إلى وجه ذلك، سترى الفرق واضحا هنا، فما بالك الفرق عند الله في يوم القيامة. هذه علامات عاجلة للمؤمن كي يدرك أن الصلاة هي المفتاح للفلاح كما حكم ربنا وقال، وليس بعد قول الله قول قد أفلح المؤمنون. أول صفتين إنما هي قول الله عز وجل الذين هم في صلاتهم خاشعون، وجعل ختاما كما جعل مفتتح صفات الفلاح جعل ختامها هو والذين هم على صلواتهم يحافظون. طب فضيلة الدكتور، دور الصحبة الصالحة في الثبات على الطاعة؟ ما من شك، جزاك الله خيرا، هذا من أهم المهم. إذا أراد الإنسان أن يصلح نفسه فعليه بالصحبة الصالحة، لأن الصحبة الصالحة تصلح الإنسان دون ما كلام، إنما بالأسوة بالقدوة، وهذا أفضل وسائل الإصلاح. وأيضا المحافظة على الخير تتأتى بالصحبة الصالحة، فهذا أفضل شيء للثبات على الخيرات، لأن بالصحبة الصالحة إذا جاء وقت الصلاة فوجدهم يصلون سيصلي معهم، إذا كانوا في أمر ما وجدهم أنهم يصنعون مثلا الأخلاق الطيبة العفو الإحسان، فهذا ييسر له، لأن الإنسان حين يرى أن فلان يصنع كذا وفلان صاحبه يصنع كذا وفلان صاحبه الآخر يصنع كذا، هذا يحبب إليه ذلك وييسر إليه ذلك، لست وحدي الذي يصنع هذا الصالح أو أقوم به، ولا يقول ما يتسلط به تسقط وسوسة الشيطان التي تقول هو احنا أنبياء هو أنا وحدي اللي هعمل كده، لا، حين يرى الصحبة الصالحة ستسقط هذه المقولات الشيطانية والوسوسة الشيطانية. ولذلك الصحبة الصالحة لها عزم، لها دفع لي الإعانة على الصالحات. الصحبة الصالحة روح الفريق، روح الجماعة، تشجع الإنسان على أن يلتزم. لذلك اسمعي، ربنا جعل هذا في الصحبة الصالحة، جعلها في جعل أنه جعلنا نصوم معا، هذه الصحبة الصالحة، وجعلنا نصلي معا، وجعلنا نحج معا، وجعلنا نعتمر معا، وحببنا إلى أن نأكل معا، إذا بدون يعني إذا كانت الصحة منتشرة وما فيش أي شيء يمنع من الأمراض أو مع ذلك. الله يريدنا أن نكون معا، لأننا إذا صلينا معا وكان الحج معا وصمنا معا واعتمرنا معا وأكلنا معا نعمل معا ويحب بعضنا بعضا ويألف بعضنا بعضا. الصحبة الصالحة تصنع كل هذا، والله حببنا في ذلك وأراد منا ذلك، ونبينا الهادي صلى الله عليه وسلم هو الذي أوصانا مثل الجليس الصالح والجليس السوء، حببنا في الجليس الصالح ونفرنا من الجليس السوء. أنا بشكر حضرتك فضيلة الدكتور محمد داود الأستاذ بجامعة قناة السويس على هذا اللقاء. شكرا لك. أشكركم أيضا مشاهدين على حسن المتابعة، شكرا لكم وإلى اللقاء.